لا يقتل مسلم بكافر. فلو أن مسلما تزوج بكتابية بيهودية معلوم أن كل منهما يطمئن إلى الآخر. فلما جاء بالليل ونامت كعادتها قد أمنته، قام فقتلها وهو مسلم وهي كافرة يهودية. فهنا اختل شرط وهو المكافأة، فهو مسلم وهي كافرة ولا يقتل مسلم بكافر. لكن في مثل هذه الحال قال شيخ الإسلام رحمه الله يقتل لأنه مفسد في الأرض.